على الساحل الشمالي للبحر الأحمر ترقد جزيرة سواكن التاريخية. هذه الجزيرة الساحرة هي مسقط رأس البطل القومي والزعيم الخالد عثمان ديقنا أمير الشرق المعروف. هذه الجزيرة هجرها أهلها لعقود خلت لأسباب متعددة، ولكنهم عادوا إليها يحملون الكثير الكثير من الأمنيات، فإلى أمنيات أهل سواكن. للبحر في حياته رواده وقع خاص. البحارة يعشقون البحر كثيرا، ربان السفينة والسماكة. كما أن للبر حياة فللبحر حياة أخرى. ليس البحر للمتعة والاستمتاع به فقط، ولكنه أيضا مصدر رزق للكثيرين من الناس. عشاق البحر ورواده يألفونه ولا يفارقونه. سنستطلع حياة الناس هنا في جزيرة السواكن لننتقل من البر والبحر. أمنيات أهل البحر اليوم في سواكن. نحن في ضيافة واحد من أخواننا السماكة وصيدية الأسماك في جزيرة السواكن، عثمان شيبة. أهلا يا عثمان، كيف حالك؟ تمام ما شاء الله. أنت كويس؟ ما شاء الله مين. أنت بتعمل في شنو يا عثمان؟ أنا أصل في شبكة، أشتغل بها البحر. شبكة الصيد بتصنعها أنت؟ ها؟ بتصنع الشبكة دي أنت؟ بتصنعها من شنو يعني؟ كلمنا عن الحاجة المصنوعة بها، الحبل المصنوع بها والشبكة دي بتجيبوه من وين وبصنعوه من شنو هذا؟ والله ده شنو باللي هنا؟ ده طبعا حبل يجيبوها من السعودية، كورة كاملة. نشيل الكورة دي، الشبكة دي تجينا جاهزة طبعا، تجينا كده ونحن نشتغل نعمل فيها هنا الخيط والكورة والفلين. هي بتجي حبل كده؟ هي بتجي حبل كده. وانت بعد لازم تقوم بتنسجها كده؟ بننسجها ونعمل فيها الخيط والفلين والرصاص. والفلين ده والرصاص الحجر. الحجر ده حجر رصاص. أيوة ده مصنوع من الرصاص. ايوه. بتجيبه من وين؟ ده برضو من السعودية، يجيبه ناخده بالكيلو. تشتروه بالكيلو. والفلين ده بتعملوه فيها لشنو؟ والفلين ده عشان يرفع في البحر، عشان تطفح. ايوه يرفع في البحر، وده ينزل تبقى وسط في البحر كده. عشان لا تطفح، لا تنزل خالص. أيوة لا تنزل، لا تترفع، تكون وسط. بتعمله في كم يوم؟ والله 15 7 على حسب الشغل ان شاء الله. على حسب يعني على حسب الشغل شنو؟ على حسب شغل يدك ولا على حسب الشغل اللي هنا ده؟ لا من ينتهي التلج، على حسب سرعتك. ايوه على حسب التلج وعلى حسب الانتاج. نلقى انتاج كويس نمشي، لا من ينتهي التلج. طوله كم؟ ها مساحتها كم؟ طولها كم؟ قدر شنو الشبكة دي؟ طولها يعني كم متر كده؟ 15 متر. 6 باع كده. 6 متر؟ 6 باع، لا سوا هي 20 متر كده. 20 متر كده. 20 متر بتتعمل في 15 يوم. انت بتشتغلها هنا براك ولا في ناس تانيين بيشتغلوا؟ لا لا الشبكة أنا أشتغل براي كده، هسا أشتغل فيه براي كده. وبتبيعها؟ لا لا ما أبيع. كل صياد بيجي يعمل شبكته براو؟ شبكته لا لا، واحد في واحد ما بيعمل براو، يعني يوقعها له بقروش. أيوه تعملها له بقروش. بكم؟ يعني بي هسا 20,000 لو كده كاملة كده، لو ده نشتغل 20,000. ال20,000 دي بما فيها الحبل ذاته ولا شغل يدك؟ لا لا شغلك ده كله براك تجيبه، هو الشغل بس. ان هو بيقوم الزبون الداير يشتري شبكه بيجيب لك الرصاص وبيجيب لك الحبل. أيوة وبيجيب لك الفلين. سيغ هنا يجيب لك اي حاجه الشغل ده، بس الشغل اللي تشتغله شغله مربحه. بي بي يعني ممكن تعمل شبكتين في الشهر عادي تعمل.
وطبعا هي افتكر انه يا عثمان دي شغله دايره طول بال وصبر. ايوه دار الصبر ودار دار زول زول باله طويل وصبور. ايوه انت من سواكن؟ لا لا من بور السودان. وبتيجي هنا سواكن عشان الشغل في البحر؟ عشان الشغل في البحر بس سيدي. ها سواكن كيف؟ يعني مشاعرك تجاه سواكن شنو؟ والله سواكن كويسة يعني هنا ما بنقعد فيه كتير، يومين كده ثلاثة يوم نلقى نلقى بنزيننا نطلع، وقت نجي ننزل من هنا في عربية ونمشي بها بور السودان. بتصطاد سمك؟ السمك شغل يعني؟ اي بتشتغل صياد صيد سمك؟ ايوه صيد سمك. ها صيد السمك كيف مربح ولا؟ والسمك بيصطادوا متين يعني اي وقت من اليوم لما تكونوا عايزين تصطادوا سمك؟ بتطلعوا متين الصباح ولا المساء ولا النهار؟ والله هنا المساء والصباح. الصباح بدري قبل الصبح؟ الصباح بدري وبالليل نشتغل برضه بالليل. اكثر اوقات في السنه يكون السمك فيها قريب وسهل اصطياده متين؟ في الشتاء. مع البرد الشديد ذاك؟ مع البرد الشديد ذاك. لكن بتكونوا مستمتعين ومبسوطين بالبحر والمويه واصطياد السمك؟ ايوه. هسه كيلو السمك بكم من هنا لما انت تصطاده بتبيعه بكم؟ والله هنا سعره ما معروف يعني بيجي مره 2000 مره 1000 مره 1500. حصلت زيتها من النهر من النيل؟ لا لا ما من النيل ما اشتغل. عثمان امنياتك شنو؟ والله بتمنى تتوفر علي اي حاجه في الشغل ده والبنزين والعنايه الشغل ده اللي يتوفر معايا في شغلي ده تتوفر لي حاجاتي دي كويسه معايا. شكرا يا عثمان، ربنا يحقق امنياتك وامنيات السودانيين جميعا. شكرا. عثمان بتمنى كحال السودانيين في كل السودان كل زول على حسب نشاطه الاقتصادي وعلى حسب المنطقة اللي هو ساكن فيها بتمنى الاستقرار في عمله والحياة الكريمة، وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان. سواجن القديمة أو كما تقول الأسطورة الشعبية التي تتحدث عن سواها الجن، من فرط جمال هذه المدينة المطلة على سواحل البحر الأحمر اعتقد الناس أنه سواها الجن. هجرت هذه المدينة في توقيت ما من تاريخها ولأسباب يقال أنها أسباب سياسية، ولكن بدأ الناس يعودون إلى مدينتهم القديمة حبا في بحرها ونسيمها العليل. نحن اليوم في ضيافة الأستاذ شنقراي عثمان شنقراي من مكتب آثار المدينة القديمة في سواكن. أهلا وسهلا أستاذ عثمان. أهلا وسهلا بقناة النيل وألف مرحب بكم في مدينة سواكن التاريخية والأثرية والقديمة. أنت يا شنقراي من سواكن؟ نعم أنا من مواليد مدينة سواكن القديمة وبالأخص من مواليد جزيرة سواكن. يا سلام، أسا أنت مستمتع بالبحر ده، أنت ساكن هنا؟ أنا نعم ساكن في كيف سواكن اللي هي كيف الجزيرة. يا سلام، يعني حرام من إنه يكون في مناطق سياحية جميلة زي مدينة سواكن وغايبة تماما عن الإعلام وعن أذهان الناس. يعني أنا لاحظت إنه الجميلة دي بإمكان الجزيرة الجميلة دي ممكن تكون يعني حجر أساس لأكبر منتجع سياحي ممكن يكون في السودان وفي أفريقيا. نعم طبعا سواكن زي ما قلنا هي مدينة تاريخية ومدينة أثرية، وفي نفس الوقت أي زول بيجي البحر الأحمر ما يجي سواكن زي كأنه ما شاف أي حاجة، لأنه هنا التاريخ وهنا الحضارة وهنا كل شيء يعني، أو كل السودان يمثل كان أو سواكن كان تمثل كل السودان. نعم في أساطير طبعا معروفة ومشهورة عن مدينة سواكن القديمة، والبعض يتحدث عن أنه سواها الجن، كده احكي لنا تاريخ سواكن دي وإنت من أهلها وسكانها. نعم طبعا سواكن هي أساسا يعني مساحتها أو هي سواكن القديمة تبدأ من البوابة الأولى جنب الموقف العام، كان في سور بيقفل المدينة وفي هذه السور 5 بوابات. الآن طبعا توجد بوابة واحدة لأن السور كله وقع، فهي الآن بوابة كيتشنر باشا.
اللي هي تقريبا مع تأسيس السور كانت سنة 1881. وسواكن طبعا هي من أقدم المدن السودانية التي يقال عنها هي منذ عهد سيدنا سليمان، غير أن سيدنا سليمان كان بسجن نجان البعث أمره داخل هذه الجزيرة، ولذلك جاءت كلمة سواكن من كلمة سواجن سجن. أو بعض المؤرخين بيقولوا سواها الجن المدينة ذاتها من فرض جمالها، لأن المباني اللي نشوفها الآن كلها من الشعب المرجانية المستخرجة من البحر، مبنية المباني، المباني كلها من الشعب المرجانية المستخرجة من البحر، والمونة من نفس الحجر بكسروه بحرقوه بيعملوا جير بيشتغلوا به. ولذلك أما بعض المؤرخين بيقولوا سواها الجن المدينة ذاتها زي ما قلنا، لأنه حاجة كان إبداع في المباني بتاعتها. لاحظنا إنه يعني المدينة دي خالية، شبه خالية من السكان، يعني ما زي بورسودان، ما زي، مع إنه هي ميناء البواخر، يعني ما ميناء بتاع بضائع، هو ميناء بتاع ركاب. ليه المدينة دي فاضية؟ يلا الآن طبعا المدينة القديمة فيها السكان القدامى أساسا، لكن التخطيط الآن ما زاد عن المدينة، ولذلك يعني كل السكان شنو رحلوا من المدينة القديمة للتخطيط الجديد، ولذلك تفرعت وبقت هنالك فنادق وبقت هنالك مقاهي كبرى وكذلك يعني. لكن برضو سمعنا إنه سبب خلو هذه المدينة من السكان في توقيت ما من تاريخها كان لأسباب سياسية. يلا طبعا نعم، يعني الإنجليز طبعا قصدوا المدينة دي لأنه انضربوا في ضواحيها في عدة مواقع وخسروا الحرب من قبل عثمان دقنة والمهدية، والمربع الإنجليزي انكسر على يد عثمان دقنة والمهدية. انكسار المربع الإنجليزي كان بالنسبة للإنجليز وصمة عار وعمل هزة في العرش البريطاني، كيف الناس القبش والضعاف ديل بيهزمونا وبالسلاح الأبيض، فقاموا استعملوا الحرب الباردة. طبعا سواكن كان تمثل الميناء الأول للسودان والأفريقيا وللعالم بصفة عامة، أسس فيها الميناء عام 1289، وكل العالم كان بيقطن سواكن بحكم التجارة بحكم الميناء، يعني كان عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عندنا كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. ولذلك قام هم شنو قصدوا المدينة عندما انضربوا في ضواحيها وخسروا الحرب، فقاموا استعملوا الحرب الباردة، قاموا نقلوا الميناء من هنا إلى بورسودان عام 1905. لاحظنا برضو أستاذ شنقراي إنه في يعني أطلال مباني كانت جميلة، سكنية جميلة وقصور، يبدو إنه المدينة دي في وقت ما كان بيسكن علية القوم. نعم، يعني مثلا عندنا كان زي ما قلنا كانت أكبر مدن السودان وأكبر يمكن مدن العالم تجاريا، ولذلك عندنا مثلا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر داخل الجزيرة بيتكون من 365 غرفة، بيقولوا المؤرخين بيبات في كل غرفة ليلة إلى أن تتم السنة، يعني على عدد أيام السنة، يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على شنو؟ على غرار وعلى قمة المدينة وعلى رونق المدينة من الناحية التجارية ومن الناحية السكانية. والآن عنده الوكالة ذات بتاعت الشناوي بتاعته، برضو عنده وكالة لعرض البضائع وتسفير البضائع، في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى، ابتداء من سواكن بربر سنار كسل أم درمان، من الداخل كان بيجيبوا ريش النعام، سن الفيل، السمق، السمن، العسل، الدخن، كله كان بيصدر عبر الميناء دي، وكل أفريقيا كان يعني مغتنماته بتصدر عبر ميناء سواكن. السكان الأصليين لسواكن هم ياتوا قبائل ياتوا مع السكان؟ نعم طبعا، سكان سواكن كلهم من البجة، ويمكن نحن لو عملنا التحديد يعني سواكن كانت تحت إمارة الأرتيقة، والأرتيقة فرع من فروع البجة، وأنا شخصيا من قبيلة الأرتيقة، والأرتيقة كان اليوم الباع الأكبر في هذا الساحل من الناحية التعليمية والناحية الإدارية. النشاط الاقتصادي لأهلنا الأرتيقة شنو؟ هل هم سماكة لأنهم على يعني عايشين على سواحل البحر الأحمر، ولا هم تجار يعني كانوا بيستفيدوا من علاقتهم بالبحر كيف؟ يلا علاقتهم بالبحر كانت علاقة تجارية، وتجارية عند العالم كله، يعني كان العالم كله بيتسوق زي ما قلنا عالميا عبر سواكن وعبر الأرتيقة، لأنه الأرتيقة كان هم زي ما قلنا قبل لهم الباع الأكبر، وبعد ذاك لهم شنو يعني الكلمة،
يعني حتى الغوافل، يعني زي ما قبل لك احنا ذكرنا انه سواكن بيقطنوها العالم كله، الاقباط، الهنود، اليونان، الاسبان، كلهم كانوا بيمشوا تحت اماره الارتيغا، باعتبار انه شنو الامان بالنسبه لهم. اول ما تيجي تسمي اسم الارتيغا الناس طوال شنو زي ما يعني هم اصحاب البحر، هم اصحاب البحر الاحمر في السودان. نعم ممكن نقدر نقول كده. كده كلمنا شويه عن حياه الارتيغا يعني، وعن تواجدهم وين تاني غير يعني طبعا احنا حاسه ممكن نقدر نقول تحديدا هم مدينه السواكن ومدينه طوكر والمناطق الساحليه دي كلها تقريبا كانوا هم فيها بحكم التجاره وبحكم التعليم، لانه هم يعني ممكن نقدر نقول اكبر كان قبيله كان بتحب التعليم، ولذلك يعني واضح تماما يعني في في فيك يا استاذ سيدي. الله يكرمك ان شاء الله. موضوع تاريخيه. الله يديك العافيه. نعم نعم بيحبوا التعليم ويحبوا شنو ما يؤدي للتعليم، يعني حتى عندنا مثلا من اكبر النظار زي ما يقال كان في هذه في تلك الفتره اللي هو عبد الله اوكير او عبد القادر اوكير وابنه عبد الله اوكير. احنا كان درسنا ابنه عبد الله اوكير، وعبد القادر اوكير ده كان مدير التعليم تقريبا في البحر الاحمر. نعم. ومنها انتقل الى كسلا وانتقل الى كل يعني بقاع السودان يمكن تقريبا. هجر الارتيكا يعني شواطئ سواكن وحل رحالهم في شواطئ بورسودان، هل تغيرت حياه الارتيكا؟ والله نحن اصلا ما بنقدر نقول مثلا يعني انه هجروا المنطقه، لا لا زال هم موجودين، لكن طبعا الاوضاع الاولى اللي كانوا عايشينها ما زي الاوضاع الحاسه، طبعا دخلت اوضاع سياسيه واوضاع يعني اشياء كده دخلت يعني دخيله شديد، يعني بقت طبعا زي ما قلنا كان الاماره تحت يدهم، ففتره من الفترات او الفترات الاخيره حتى الاماره ذاتها يعني شبه نقول انتزعت منهم، لكن شنو لا زال هم مهيمنين يعني في النهايه حتى بعض القبائل بيرجعوا لهم. المدينة القديمة يعني لاحظنا إنه أو واحدة من الحاجات المفجعة والمؤلمة إنه الآثار القديمة دي والعالم كله مهتم بها تصل هذه المرحلة من الانهيار، يعني لولا تدخل الحكومة التركية ويعني مساهمتها في ترميم هذه الآثار كده. أحكي لنا عن رحلة هذه المدينة القديمة من الانهيار إلى الإعمار يعني مرة أخرى. والله نحن طبعا قلنا المدينة دي هي أساسا مدينة السواكن من أقدم المدن السودانية، وهي الميناء الأول، وكانت تمثل زي ما يقال أنه شريان السودان وشريان أفريقيا وبوابة أفريقيا، حتى أفريقيا كلها كان بتعبر من هنا للحج. لكن طبعا الانهيار زي ما قلنا أنه أول الإنجليز ساهموا في هذا الانهيار يعني مساهمة كبرى، لأنه قصدوا المدينة زي ما قلنا. نعم. وفي النهاية يعني نحن برضو نرجع تاني نقول أنه الحكومات ساهمت في انهيارها لأنه ما قدروا يرمموها. نعم. دي مأساة والله. أيوة. مفاجعة. العالم كله بيهتم بتاريخه وبأثاره. نعم. فنتمنى نحن ونسأل الله ونسأل من هنا نناشد كل يعني الحكومات وكل البتاع أنه تهتم بهذه الخزينة أو هذه المدينة التي تعتبر خزنة للسودان ولأفريقيا من ناحية السياحة. نعم. يعني شايفة ملاحظة إنه رغم إجراءات الترميم إنه في مواطنين داخلين مارقين من المدينة القديمة، واضح من هيئتهم وملامحهم إنه ربما بعضهم يكون قادم من خارج سواكن، هل هي للسياحة أم لماذا؟ نعم طبعا إحنا الآن بيجونا السواح من كل أنحاء العالم بالذات في فترة الشتاء اللي هو شهري في شتانا طبعا بيبدأ من 10 لما قريب 15/6، والآن بيجونا الزوار من كل أنحاء العالم، حتى يعني لو ملاحظين في بعض اليخطات داخل البحر بيجونا، بعد بيجوا أخواننا الطلبة الجامعيين كلهم على حسب اختصاصهم، يجوا ناس علوم البحار، ناس الهندسة، ناس المعمار، وكذلك بيجوا بيعملوا بحوث بيعملوا دراسات وبيجوا، ويعني فترة الشتاء بالنسبة لنا فترة جميلة جدا وتجلب الزوار من كل أنحاء العالم. وأيضا سمعنا إنه في مزار ديني جوا لأحد الأولياء الله الصالحين أو الزعامات الدينية. شرق السودان هو كان يعني كما يقال أنه في التاريخ دخلوا الإسلام قبل، بالذات سواكن دخل الإسلام قبل المدينة المنورة في الهجرة الأولى لأرض الحبش، وأغلب المؤرخين طبعا بيقولوا أرض الحبش هي الجزء الغربي للبحر الأحمر وبالأحر هي مدينة سواكن،
ولذلك عندنا الصالحين ما شاء الله يعني تقريبا كلهم بيجوا من جهة الجزيرة العربية أو من غيره، لأنه لغبلة التعليم، ولذلك يعني كان بيقطنوا. فمثلا عندنا واحد اسمه فرج الله، يعني يقال أنه أحد الصالحين كان اسمه فرج الله، ففرج الله ده كان بيتعبد أنه عبادته أنه بيقول أنه فرج الله بيعرف الله والله بيعرف فرج الله، فدي كانت مغولته يعني. فيقال أنه جو الحجاج الأفارقة زحفين من هنا، طبعا الحاج كان بيعبروا بمدينة السواكن بمنطقة الكرنتينة، فجاء واحد الصالحين برضو من المناطق الأخرى قال له يا أخي أنا بعلمك سورة الفاتحة، فقال علمه سورة الفاتحة، المهم قرأ سورة الفاتحة وحفظها. فأنه يقال أنه الصالح اللي كان جاي من جهة أفريقيا غادر المدينة أو بالباخرة أو بالسفن اللي كان تقوم من هنا بالنسبة للحج، فبعد ما أبحر قالوا فرج الله قالوا نسى سورة الفاتحة، فقال لازم يحصل زوله ده، قالوا فرمى الفروة بتاعته في البحر وركب فوق الفروة، قال فرج الله يعرف الله والله يعرف فرج الله. لما وصل السفينة بتاعت الأفريقي ده اللي هو حفظه سورة الحمد، فقال لما وصل عليه وقال له يا شيخنا انت قلت لي شنو الصورة؟ قال لما شافه كده يعني شافه رجل انه زول موحد يعني، فقال له يا زول بس كلامك اللي كنت انت بتقوله قوله، الله يعرف فرج الله فرج الله بيعرف الله. نعم. على ذكر الاساطير الشعبيه استاذ شنقراي، نعم، الناس بيقولوا انه انتوا سكان سواكن ومعاكم سكان ثانيين من الجن، بيقولوا انه معظم الرجال في سواكن متزوجين من جنيات، الكلام ده حقيقي؟ والله يعني طبعا الجن ده اساسا موجود في اي محل، وبالذات في المناطق المهجوره، وبالذات في مناطق البحر، وبالذات زي ما اقول في المناطق الجبليه وكده. فعندنا مثلا في بعض الأساطير يعني يقال أنه في جماعة طبعا سواكن بيجوا الرحلات زي ما قلنا قبلك من كل أنحاء العالم، يلا فجونا أخواننا من الخرطوم كان عندهم رحلة، فجوا قعدوا في الجزيرة وضبحوا وتونسوا وكده، فأحد الأفراد ضرب له غطة، فالغطة دي لما ضربها قال بعد ما هو مشى يقال أنه شنو الزول ده الشلة. فسبحان الله يعني أصدقائه قدر ما ودوا الأطباء ما لقوا له أي علاج، فسبحان الله فأحد الأصدقاء قال لهم يا أخي لازم نمشي لفكيه، فقالوا سبحان الله وداهم لفكيه، قاموا قال لهم زولكم ده ضارب له جان، فقالوا طيب يا شيخ أنا حاسس أن احنا نعمل شنو؟ قال لهم خلاص إلا تمشوا تستسمحوا الجان ده بعد ذاك إن شاء الله يحصل خير. فقالوا سبحان الله، جو هنا ودلوهم لأحد المشايخ الموجودين هنا، فجوم وقاموا شنو عملوا لقاء مع الجان، فالجان في نفس اليوم اللي هم جو قال لهم يا أخي نحن ما فاضين الليلة عندنا مراسم زواج، فقال لهم إلا تجونا بعد كم يوم. أيوة. فالمهم أخذوا كم يوم وجوم راجعين، فلما جو راجعين المهم قعدوا معهم زي ما يقولوا جلسة، وقاموا استضافوهم وكده، وبعد ذاك شنو استسمحوهم، وقاموا شنو لما رجعوا قاموا زولهم ده شنو طاب بقى كويس. نعم. الجانزة يعني عفى عنه. نعم. وقالوا إنه ليه بيقولوا إنه معظم الجان اللي في سواكن هو من القطط يعني بيسهر. والله طبعا ما هو أساسا أساسا طبعا الجان هو بالشكل يعني بيكون قطط، بيكون زي ما تقول بدون ما أخذ كلاب بتاع حاجات يعني بتمثل لك يعني. نعم. وحتى في عندنا الجنون في البحر بتتمثل بالنساء. أيوة. وقالوا يعني البحر. نعم في حورية بحر فعلا. نعم يلا في واحد من أعمامنا الكبار اللي بيصيدوا السمك ديل، فقال إن إحنا مرة بيمشوا طبعا صيد الليل أيام الليالي القمرية. نعم. ففي صيد الليل لقاية مشوا جزيرة كده، فقالوا لما رموا الجلبان بتاعهم يلا حبة يقدر يسحب، قالوا شنو سحب له حورية. فقامت قالوا فوق الحورية، فجزء طبعا الفوق ده كله نظام مرأة بشر، أي الباقي سمكة. طوالي قامت قالت له يا شيخنا تاني ما تجلب في المحل ده، فقال طوالي رمت له الخيط، طوالي قالوا صاحب أنا عارف القصة، طوالي لملم الخيوط بتاعته ومشى. طبعا بعد ذلك الأساطير الشعبية بتقول إنه حب الجو. ففي بعض الناس طبعا سبحان الله يعني حتى يقال إنه نحن استنونا ناس كبار بيقولوا ده مزوج له جنية مسلمة. أستاذ شنقراي، لتنهض سواكن وتصبح من مصاف الجزر العالمية في السياحة مطلوب شنو؟ أمنياتكم شنو؟ والله أمنياتنا طبعا أن احنا لا يعني نتمنى أنه مدينة السواكن دي تكون فوق المدن العالمية والسودانية، لكن طبعا تنقصنا البنية التحتية،
والان الحمد لله من السنه اللي فاتت احنا يعني شويه الكهرباء جاتنا وكده، والان نتمنى انه مويه النيل تجينا، وان شاء الله بعد ذاك ان شاء الله المدينه بتنهض ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الله يكرمك استاذ الله يبارك فيك. عثمان شنقراي ابراهيم من هيئه الاثار في مدينه سواكن القديمه. نعم. شكرا. من على شواطئ البحر الاحمر والساحل الشمالي في مدينه سواكن القديمه كانت امنيات اهل سواكن وأمنياتي أنا بأن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان.